شكرا على هذه الاغنيه سامي زرياب، نرحبوا بك في بلاطو صباح الشروق، يعني دارنا جديده شفتها. ما شاء الله. الله يسلمك ربي يعيشك، يعني صدفه تزامنت انه في الموسم الاول كان اول ضيف لي انا وساره سامي زرياب، وهذه المره يعني اول اطلاله لنا من خلال الموسم الثاني انت، مرحبا بك. الله يسلمك اختي ساره، اختي سعاد. سعيد الحمد لله. عبر عن نسوارك. على كل حال بالك واحد صباح ربي ما ينوضش شويه ثقيل، انا عاده نوض شويه ثقيل، لكن باش نقابل جمهوري من خلال قناه الشروق وشفتكم انتم سعيد جائزا. الله يسلمك وسعيد دائما. يعني خليتنا نعيشوا يعني كانه اعراس جزائريه عاصميه، يعني الاطباق راهي اليوم عاصميه والاغاني عاصيه من عند سامي زرياب. نشم فريحة طياب اختي عابر وفضل حسيبه، نحييكم. نسلمك تعيش الله حبوبيك معنا حنايا. شكرا دائما متالقي الله يبارك. يعني قبل ما نبداو معاك الحوار نروحوا نشوفوا واش حضرت لنا اليوم الشيف ديالنا حسيبه. تفضل سامي. صافي بليزير. الله نشوفوا المسكوتشو تاعنا وجدت مدام حسيبه. قلتي يطلع وما يطلعش، طلع طلع صافي شي بزاف. لا لا هذاك هذا هو كاين الحلم الصغير. ولا هذيك وعملنا قلنا سقساني حدا خويا شوف شنو تعمل كي قلت له عمل طاجين مشمش هذيك بعد ما قلنا اليوم داشي تعمل حطيناهم شويه في المقا. واش قلت في الواقع؟ تراديسيونيل. لا والله 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 يعطيك الصحة حسيبة. وعملنا شوية تاع الفلفل، يعني راح نذوقوهم في آخر الحلقة ونعطي لك رأيه. إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله. تفضل هذه نحطها هنا. تفضل سامي حتى نبداو الحوار، يعني هذه كانت أغنية. قسميها قسميها يلا تفضل. اللي نحب انا في كل خطره هكذا الجمهور تاعي يعرفني في الحفلات العراس، اني نقدم التراث الحوزي والتراث العاصمي في قالب تاع الافراح. و يعني الواحد تاع هذا هو يعني الطابع اللي تميز به هو الحوزي العاصمي. الحوزي والعاصمي هذا تكوين تاعي، على كل حال تكوين اندلسي، لكن الجمهور والناس تطلب منك الاغاني الخفيفه اللي تكون في الاعراس وفي الحفلات. هي الاغاني يعني مثلا اللي يطلبوها بزاف؟ هي على كل حال شوفي، هو الهدي مطلوب كثيرا، الهدي خاصه مطلوب، يطلبوا استخبارات ناس تحب تشيخ، يعني انصرافات، ويعني الحمد لله احنا عندنا
التراث تاعنا متنوع في صح متنوع في بزاف كل طبوع تاع الشاوي والصحراوي والبدوي والعاصمي والقبائلي. حنا كما قال لك نسيو نلبوا رغبه الجمهور ورغبه الناس اللي تطلبنا في الاعراس. وحنا هنا دليل على انه العائلات الجزائريات ولات بكري بالا كانت العائله تتزوج غير في بعضها، لكن درك ولا يعني تجانس بزاف من العائلات. القيس الصيفي يتزوج بالقبائليه، نلقاو التلمساني يتزوج بال يعني اختلاف في الاصول والعروض. هنا يطلب من الفنان انه يكون يعرف كامل الطوب، يعني كامل يلعب على نفسيه المعروضين لي زانفيتي ويقدم لهم كل الطبوع اللي يسنى القبائلي الصيفي قسنطيني. يعني احنا اليوم لو يعني قلنا سامي زرياب، هل يعني نقولوا انه مغني حفلات واعراس ومهرجانات، يعني وين نقارنوا الاسم نتاعك؟ شوفي انا كما قال لك انا ما رانيش نراهن على، انا المهم ان يكون عندي جمهور. صح اي فوالا يسمع لك حب الاغاني. يعطيك الصحه، نطلب انا نراهن كثير على الجمهور العريض. لانه الحفلات والاعراس هذه ربما تكون غير على لي زانفيتي اللي يكونوا في العرس، لكن كي يكون عندك جمهور عريض من خلال خشبه، من خلال المسرح، من خلال المهرجانات، تبادلات ثقافيه، خرجات على الولايات او حتى خارج الوطن، الفنان هذا يكون عنده جمهور عريض. هذا هو اللي ربما الفنان وين يلقى روحه في جمهوره. انا ما نقدرش نقول لك نلقى روحي في طبع من الطبوع، لكن راحتي نلقاها كي يكون عندي جمهور عريض. طيب يطلب يعني البليزير نتاعك انه الجمهور يطلب اغاني. أكيد المهم بالصوت تاع سامي زرياب. بالصوت اكيد انا ندافع كثير على الفنانين اللي يحبوا يلاقيوا الجمهور العريض، لانه قلت لك الجمهور الضيق غير في الحفلات العراس كوني انفيتي، ماشي انفيتي ما تدخليش كما قاتها ورديه باد كاتو باد كازو ما كاش ما تحطيها. لكن كي تكون عندك الجمهور عريض والخرجات هذو من خلال زيارات تاع والتبادلات الثقافيه بين ولايات يعني خارج الوطن. يعني وكان لك سامي مشاركه في عاصمه الثقافه العربيه بقسنطينه؟ بصراحه بصراحه نعم اكيد بصراحه. شوفي انا من يعني نحب نهضر بمنطق التفاؤل، ماشي بمنطق ماشي بمنطق السلبي، لكن لم توجه لنا الدعوه. وخاصة أنه مؤخرا الفنان عرف قفزة نوعية أنه حصل على بطاقة الفنان. يعني عندك ماتريكول في وزارة الثقافة مترسمة بلي فنان سامي زرياب يحمل بطاقة فنية رقم كذا. يعني اليوم تبان على لكن ما توجهلكش، ما نقولكش تهميش، لكن ما توجهلكش دعوة. وما يقول لك روح لينا السبب في رايك؟ ما يا ربما ما نقدرش نقول لك انا السبب، ماشي سبب اني انني قائم. انا طلبتوا مني الجمهور طلب اني نحضر تحضر يعني حضرت راني يعني اكيد راني جيت تلبي دعوه لكن الناس قائمين على الثقافه ولا المسؤولين ربما هناك ربما نوع ما كاش ثقه بالك مع خاصة انه واش تقول لهم دوكا الجيل الجديد؟ واش تقول؟ يعني واش نقول؟ هو شوفي يقول لك خير خلف لخير سلف. كانوا كاينين فنانين فتحوا الساحة الفنية الجزائرية، هما أعمدة الآن. الشيخ نار بحد رياسة، سيدة نادية بن يوسف، الأحياء منهم ربي يطول في عمرهم اللي فارقونا خلال يعني عمل خالدة الجزائري. هادو لازم لهم خليفة. دوك أنت الفنان اليوم إذا ما قمتش بالدور تاعك مع الفنان ياك تشوفي انه يكون غدوه ان يعني شاء الله تحمل المشعل فنان الغد، كيفاش ما تاثرش الفنان، ما تشجعوش، ما تعطيلوش الفرصه، ما ديرش فيه ثقه. كيفاش غدوه تحب يكون عندك فنان؟ هذا الفنان راح يخلف الفنان اللي قبله، وتكون عندك كما قال لك ثقافه مركزه على اسس صحيحه. يكون هذا فنان نايف مع جمهوره، لانه فنان بدون جمهور ليس بفنان. اكيد بجمهوره، انك تقربوا الجمهور، انك تعطيله الفرصه، انك تشجعوا، هذا الشيء ياثر بزاف في نفسيه الفنان. بالك تغلطوا تقولوا انه الفنان صوته بس، لا لا، صوته محبه الناس اكيد هي اللي تخليه فنان. صوت، شخصيه، حضور، كاريزما. اكيد هذا الفنان لازم عليه انه يتربى حتى الذوق الفني. الذوق الفني هو شوفي بالنسبه هو احنا الفنان الفنانين متكاملين، الله يبارك لك. طبوع راهي مختلفه، كاين طبوع متنوعه. دوك الفرصه هي لازم تعطى الفرصه انه الفنان يقابل جمهوره. لازم هذه اكيد. يعني ما نقدرش انا اطلاله من خلال التلفزيون، من الاذاعه، البومات، الناس تسمعك من خلف اكيد، لكن كونتاكت
كونتاكت مع البيبليك سي تري امبورطون للفنان، لازم له لازم لازم الخشبه. يعني حتى انت باش ترضي الجمهور تاعك اكيد راك تحضر البوم. الالبوم هذا اللي نحضر فيه على كل حال، انا اخر البوم اللي كنت سمعته الاغنيه تاع فتله الزين كان سنه يعني سنه كانت في 2014 او اخر 2014 اللي كنت كرمت فيه عبد الدريال بيتو نصر الدين شاولي اللي نسلموا عليه من خلال التلفزيون. عطيت له وقت، قلت يعني باش يلقى روحه في السوق والناس تقدر تتناوله. يعني دائما كيفاش كان من خلال الالبومات نتاعك فنان من الفنانين من العمالقه. شوفي احنا كيفاش نخمو الجيل الجديد. شوفي الجيل الجديد من الفنانين انه ما ننساوش اللي سبقونا، نكرموهم ونغنيو لهم واش غناو. هما كذلك مطلوب عليهم انهم يشجعونا احنا. اكيد انه الفنان اللي سبقني لازم ملزوم عليه يشجعني، ملزوم عليه هي يعني يعطيني يشجعك دائما باش يطبعني للقدام. الالبوم اللي نحضر فيه دائما مازال ما خيرتش التكريم اللي راح نديرو، لكن دائما في طابع الحوزي، طابع انا نبحث دائما في التراث يعني في الستيل نتاعك. في الستيل تاعي ان شاء الله يكون فيه نصراف، يكون فيه استخبارات، يكون فيه ان شاء الله هكذا مخلصاتيتو ان شاء الله. سامي يعني حوارنا معك راح مازال متواصل ويعني وحفلاتك وكل ما هو صح. بعد تغنينا انا راني نسالها لك من السنه الماضيه والله ما نعرف نغني لكن احنا دائما نرحبوا بك ومازلنا يعني نكملوا الحوار تاعنا معك سامي. ولكن دوكا ترى نروحوا فاصل اشهاري ونرجعوا، بقاو معنا. وصلنا لختام حلقتنا، اكيد شيف حسيبه حضرت لنا مجموعه من الاطباق، زهيتينا الطبله اليوم. الله يسلمك، ان شاء الله بالشفاء وان شاء الله بصحتكم. كما قلت لكم عملنا طبق يعني لونتخي تاعنا اللي هي عملنا حاجه خفيفه مع رانا في وقت الصيف والربيع ووقت الفلفل والطرشي والشوكولات، الوغ فو بروفيتي. هاوليك عملنا شليطه اللي هي قليناها وزيناها بالفلفل الحار، ومن بعد عملنا الطبق الرئيسي اللي هو طاجين المشمش اللي خويا سمير قال لي اسكن فشش في حجر مو، قلت له لا لا سي طاجين المشمش. هاوليك والتحليه تاعنا عملنا الموسكوتشو. علاش عملت الموسكوتشو هنايا؟ يعني جوست باش يفكر الجمهور تاعنا يعني اللي نساوها ولا باش يعاودوا يفكروها. صح تربينا به، تربينا كاع به. تربي واش كنت نحكي مع عابر، قلت لها زمان يما كانت ديروا لي نعمر طاس حليب وندخل داخل المسكوتشو وقعد ناكل. ايوا ورجعنا لهاد الوقت هذايا. قولوا لي كيما ديما نهبر ونعاود، قولوا لي نروح نشري لي بسكوي تاع برا لولادي. صح ما بلاش عليا حبيبه بيت، شويه سكر شويه حليب، وانا خدمت خبيزه كاطو لوليداتي نظيفه ونقيه وما نخافش عليهم. دونك فوالا ان شاء الله تاكلوها بالشفاء والصحه. وحتنطمي لينا اكيد ان شاء الله. ان شاء الله. وانا هذه كلمه من العوايدي انا، يا الله يطيب ماكل، الله يبنن ماكلتكم ويطيب جمعتكم ان شاء الله. ابيك ان شاء الله يعمر مايدتكم من عند الله. يشدك في هذوك الله يسلمك، الله يسلمك، يعيشك. وحنا نشكروا سامي على تلبية دعوتنا ومرحبا بك. يعيشك، شكون كيما قلت لك بون ابيتي. الله يسلمك، جيت لقيت الدعوه ومره اخرى ان شاء الله. تفاصيل الموعد تاعنا ان شاء الله نكونوا مع بعض غدوه ان شاء الله. ان شاء الله بون ابيتي. نستناو كامل المشاهدين ان شاء الله. وسامي يعني اخر كلمه للجمهور، واش هو الجديد نتاعك؟ واش هي تحضيراتك للالبوم الجديد؟ الجديد راني توجور نحضر فيه ان شاء الله. راهي جايتنا لا سيزون هذه تاع العرس اللي حتنطلق ان شاء الله من جوج مور رمضان. ان شاء الله نكونوا بصحه وهنا عائله لحن نحيلوا الحفلات. ان شاء الله نكونوا في المستوى ان شاء الله. ان شاء الله نديروا لهم لومبيونس ان شاء الله. وان شاء الله دائما تبقى الجزائر حبيبه وربي يحفظنا الجزائر ولهنا، وتكون دائما كما قالت السعاده والفرحه على وجوهنا وجوه الجمهور تاعنا. يعطيك الصحه. انا نشكر ربي معنا كي جاوا الدعوه. شفيتي شفيت شفيتي شفيتي هو اللي فكرني في الطبق اللي كنت طيبته. يسلمك تعيش. نشكر ساره وسعادي. الله يسلمك. نشكر الطاقم قايمين على هذه الحصه. نقول لكم في البرنامجنا وخاصة ركن الطبخ راح نوعدكم انه يكون جديد، يكونوا اطباق عالمية صحية ان شاء الله. ان شاء الله عابر. نشكر كامل الطاقم التقني اللي خدم معنا هذه الصبيحة يعني كامل على راسهم المخرج، ونشكر ضيوفنا ونشكر سعاد اللي خرجت لك التنشيط. يعني موعدنا غدا ان شاء الله يوم الجمعة. سلام.